الحديد هو معدن مهم لأجسامنا، فهو يساعد على حمل الأكسجين في الدم، وهو ضروري للتمتع بصحة جيدة. ومع ذلك، قد يصعب على الجسم امتصاص الحديد، بسبب أن هناك بعض الأطعمة التي تعيق امتصاصه في الجسم. في هذا الفيديو سنتعرف على أهم الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحسين امتصاص الحديد، والأطعمة التي يمكن أن تعيق امتصاصه. الحديد عنصر غذائي أساسي يلعب دوراً حيوياً في أجسامنا. إنه مسؤول عن حمل الأكسجين في الدم، وهو ضروري لنمو الخلايا. عندما لا يكون لدينا ما يكفي من الحديد، يمكن أن نصاب بفقر الدم، الذي غالباً ما يسبب ضيق في التنفس، والتعب، وسرعة دقات القلب، وبرودة اليدين والقدمين، وضعف نمو الشعر والأظافر، أو حتى يؤثر على صحتهما، بجانب شحوب الجلد. هناك نوعان من الحديد، الحديد الهيمي والحديد غير الهيمي. والهيم هو بروتين يحتوي على الحديد، ويشكل جزءاً من الهيموغلوبين. يتم امتصاص حديد الهيم في الجسم بشكل جيد، ويشكل 40% من الحديد، ويوجد في اللحوم والدواجن والأسماك. أما الحديد غير الهيم، فيشكل 60% من الحديد، ويوجد في النباتات مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات، وهو أقل امتصاصاً من حديد الهيم في الجسم. تمتص أجسامنا الحديد بكفاءة أكبر عندما نتناوله مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي. يساعد فيتامين سي أو جيم في تحويل الحديد إلى حديدوز، والذي يسهل امتصاصه. يزداد امتصاص الحديد عند تناول الحديد غير الهيم مع فيتامين سي. يساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد غير الهيم. تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي البرتقال، الجريفروت، الفراولة، الفلفل، البروكلي، الطماطم، الأحماض. تساعد الأحماض في تحويل الحديد غير الهيم إلى شكل يسهل امتصاصه من قبل الجسم. تشمل الأطعمة الغنية بالحمض، عصير الليمون، الخل، ومعظم أنواع الفاكهة. اللحوم. تحتوي اللحوم وخاصة اللحوم الحمراء على حديد الهيم، الذي يمتصه الجسم بسهولة أكبر من الحديد غير الهيم. يقل امتصاص الحديد عند تناول الحديد غير الهيم مع الكالسيوم. يتنافس الكالسيوم مع الحديد على الامتصاص. تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم منتجات الألبان والخضروات ذات الأوراق الخضراء، والأطعمة المدعمة بالكالسيوم. الفيتاتس. الفيتاتس الموجود في الحبوب الكاملة والبقوليات وبعض المكسرات والبذور، يلتصق بالحديد ويمنع امتصاصه. البوليفينول. البوليفينول الموجود في الشاي والقهوة وبعض الفواكه والخضروات، يمكن أن يرتبط أيضاً بالحديد ويقلل من امتصاصه. يمكن أن يمنع الشاي والقهوة امتصاص الحديد، لذلك من الأفضل تجنب هذه المشروبات مع الوجبات. إذا كنت تبحث عن زيادة تناول الحديد، فهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك. اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك كلها مصادر جيدة لحديد الهيم. يوجد الحديد غير الهيم في الخضر الورقية الداكنة والفول والعدس والتوفو. وأخيراً يمكنك زيارة موقعنا للتعرف على المزيد من المعلومات المفيدة لصحتك، ستجد الرابط في الوصف. وإذا كان لديك أي استفسار اتركه في التعليقات. أيضاً لا تنسى الضغط على زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكراً للمشاهدة.